Agriculture is the source of Egyptian civilization. However, it witnessed various challenges in the last decades, resulting in deteriorated land conditions and low income for small farmers. The European Union Support to Rural Development Program, administered by the Ministry of Agriculture, funded Development Business Associates, DBA, to implement a pilot project focusing on promotion of efficient farming practices among small landholders in Fayoum. Development Business Associates, DBA, is a woman-owned Egyptian company. Capitalizing on 25 years of development experience, we are committed to a number of principles: quality assurance, teamwork, and partnership. We realized that the Support to Rural Development Program is an opportunity to participate in improving the agricultural conditions, thus raising the income of small farmers. اسم بحر العرب جايه منين يا حبيبي؟ جايه من الصيفيه من فوق. وبحر العرب بقى دي مشاكلها؟ مشاكلها ورد النيل والحشايش والمجاري. المجاري بيكبوا فيها مجاري، والجماعه كلها بتصفر، العزب كلها بتصفي فيها مجاري. العزب كلها؟ ايوه، اربع عزب. اربع عزب شغالين، كل واحد مجاري فيها. هو بيقعد بنسقي، بتبقى عندنا اكلان كده في من الميه. اكلان خروجان دي تعبانه، ساعدني نطهرها، صبات الارض قوم علينا. شهر 6 بقى مفيش بق خالص بيجينا هنا. مفيش بق بيجينا خالص. وبحر العرب بقى بيوصل لايه بعد كده؟ اخر المجال ويوصل دي. نهايته دي. ايه المساله اللي بتورويكم عندكم هنا؟ المساله مرسى الطحون. مرسى الطحون. مرسى الطحون. مالها بقى مردومه. بص حضرتك، منسوب المايه الاول كان لغايه هنا كده. الاكتاف دي كانت هنا لغايه هنا فوق. المايه كان منسوب المايه في البحر نفسه مرتفعه، كان ماشي مع الارض في ده. حتى لو الفتحه صغيره المايه بتسحب ورا، لان وراها واطي والبحر في ضغط عالي. القاع نزل وطوه تحت على الارض، واصبح دلوقتي كده المايه نزلت خلاص على الارض، مفيش ضغط وراها. يعني اللي مشغلين المايه دول هم مشغلين الدوله كلها. حياه الفلاح بالذات. الفلاح ده حمار الصخرة، شو اقعد اقعد امشي امشي. عيالات الفلاحين دلوقتي سابوا الارض وحاربوا على الجبال يشتغلوا. يعني المايه دي للفلاح هي حياته. هي اكله وشربه. بيعرف يزرع ويطلع منها حسن. وهي راحته وسعادته في الدنيا. طب والله المايه ما احنا مش اصلا مش هنزرع. لحل مشاكل صغار المزارعين، تم تنفيذ المشروع في ثلاث قرى في الفيوم، وهي قرية زاوية الكراتسة، وقرية بني صالح، وقرية المنظر. وتم التركيز على الأهداف المرحلية الآتية. الهدف الأول كان هو نشر ممارسات السليمة في مجال الإدارة المياه الحقلية، وده كان من خلال إنشاء روابط مستخدمي مياه الري على المساقي، وأيضا إعادة تطوير وتأهيل مسائل الري. أما فيما يتعلق بالهدف الثاني، فكان يتمثل في تحسين الإنتاجية الزراعية، وذلك من خلال نشر ممارسات زراعية سليمة وأيضا صديقة للبيئة. لو بقت حشرة طارت منك، أيوة خلاص، فانت تخش في حالة اليارقة. أو أنت قبل المسحة تروح مديها إيه رشة، ده العلاج بس. ما بقى التشميش بعد كده، أي زرعة تشمس وتخرج كويس. مع تانية حاجة، إن أنت تحط كبد زراعي في كل زرعة مهم جدا جدا. انا بتكلم على ده خناء نتيجه موجود في فطر التربه. فطر التربه ده نتيجه احنا ممارسه خطا بنعملها، اللي هو ايه، سبخ اخضر بنحطه بنحب بنشعب على الارض ميه، فالارض محتاجه ان هي ما تشبعش ميه. في نفس الوقت عدم الحرث والتشميس حاجه رباني. طب شايلان الزرع مع شايلان بالنسبه للخيار. انا واحده عشان ايه نتعلم ممارسه. اول حاجه قلنا النهارده اللي بنعمل مغربي، يعني الارض عندي مساحه كبيره فيها المرض ده، قلنا نعمل ايه؟ نجيب مطهر فطري اللي هو الدياسين او ريزولوكس بتاع الجمعيه، بس بيزرع على القطن. وامشي ايه؟ نعمل ايه؟ نمشي معاه مع الجدر. ايه؟ نساء السبعه ايه؟ مع الجدر. مع الخط كله. مع الخط كله. لينا بقى نبات او اثنين ما تزعلنيش. ليه بقى؟ ان انا حاطط في الخدمه ايه؟ كبريت. فالكبريت بيعمل ايه؟
بيطهر التربة. والهدف الأخير للمشروع هو كان بناء قدرات المؤسسية لشركاء المشروع في المجتمع المحلي من أجل قيام بعض الأنشطة المجتمعية، خاصة فيما يتعلق بأنشطة النهوض بالمرأة والطفل. هدى محمد معوض، ها مكتوب 100 100. الحمد لله ربنا بس يقويكم انتوا وتعلمونا تعليم حلو كده ان شاء الله. رباط، رجل، سيارة، مرأة، رجل، كل حرف الراء. الله يبارك لك عشان تضحك لما ده راجل بيصوره. ايوه استفدت كتير واحنا كنا مبسوطين جدا، بس الناس يعني كانت نفسها يعوق اكتر من كده، يقعد كتير عشان في ناس يا بدبك ان بدات تمسك القلم تكتب كده. انا استفدت كتير قوي، استفدت ان انا لا كنت بعديش كده امسك يا دوبك القلم اكتب حاجه بسيطه. دلوقتي قلبي جمت، وبقت ابني ساعات ما كان يقول لي يا ماما انا عايزه اذاكر كنت بزعل وبعيط. دلوقتي بذاكر له اي حاجه بعملها له الحاجة التقيلة قوي اقول له قول شوف مرات خالك، اسأل مرات خالك عنها. نعم دلوقتي برضو عرفت ان انا كفاية ان انا اروح اي مكان اعرف ان انا اقرأ الاسم استهجى واعرف. The EU program aims at testing conditional incentive based development approach requiring farmers to commit to financial contributions and adopt good agriculture practices as conditions for receiving projects rewards and services. To achieve project results effectively, DBA targeted farmers surrounding selected MISAs willing to abide with project's conditionality. المسأة دي الأول قبل التبطين ده أو قبل حضراتكم ما تيجوا، أولاً كان بيحصل عليها مشاكل كتيرة بالنسبة للمزارعين اللي في الجنب ده وفي الجنب ده، تمام؟ ثانياً كانت بتاخد منا نسبة حفر كتيرة جداً، تعب منا وشقة منا وفلوس مصروفها عليها، كملش العشرين يوم وتتردم تاني. كانت بتاخد 3 ساعات من البداية لما تيجي يعني آخر مزارع هنا، كانت بتاخد 3 ساعات لما تيجي هنا. اصبحنا دلوقتي يعني في خلال 18 دقيقه 17 دقيقه من البدايه بشيلها بتجينا في حوالي 17 دقيقه بالظبط. احنا اللي وقفنا على الشغل ده بنفسنا، يعني اي حاجه كنا بنعترض على المقاول لا دي مش صح هنقف نطبقها معاه صح، اي خطوه فيها كانت بتاخد من خلالنا احنا برضو مع الناس بتاع المشروع ده. أيوة فعنا فيها 30%. ودي بالنسبه لنا كفلاحين يعني فلوس طبعا، فلازم نحافظ عليها مش هنسيبها تهمد تبوظ تاني. وانتوا بتحتاجوا تنظفوا المسأة دلوقتي؟ بننظفها بنطهرها بالادوات التطهير اللي جابها لنا المشروع، مش زي الاول. انا كنت بطهر الاول كل 3 شهور، حاليا دلوقتي المفروض ما بنطهر يعني في السده الشتويه. دلوقتي بقى لنا كيان، يعني دلوقتي بجمع عايزين مثلا نحفر الجنبيه من فوق البحر الاساسي بعد ما المحضر مجلس اداره من خلال مجلس الاداره اللي معايا واختم ختم الرابطه ختم المشاهر ده، بروح هناك بخش على وكيل الوزاره طوال الراجل بيقوم على المكتب وترحب عايز ايه عايز الحفار، تاني يوم الحفار بيبقى ورايا، يعني ممكن انفذ بالتليفون كمان، بس يعني كاحتراما للراجل وكيل الوزاره بيقدرنا بنروح له المكتب وبيقوم يقابلنا مقابله حلوه ويقول لي بكره او بعده معايا بمصداقيه. عم رمضان ابراهيم عبد التواب قرني حماد عبد العزيز عبد الجليل سلطان عطيه عبد الوهاب عبد الباقي رمضان عابدين عبد الستار. بصفة كبيرة لعم رمضان يا جماعة. لا
أول ناس جابت إنتاجية عالية فالمشروع كافئهم بهذا الحوافز. كان بيدينا صوبر وكبريت وكيماوي 33 وعطانا شتلات طماطم. الاول احنا كنا بنجيب الشتلات دي من مكان مجهل ما كناش نعرف عنه حاجه، فكنا بنزرعها كان بيطلع الشتلات وحشه، انواعها وحشه، كنا نجل المحصول، انتاج مش حلو، اسعار مش حلوه، ما كناش بنعرف نستخدم الطريقه الصح. فلما جيتوا انتوا حضراتكم ارشدتونا عن الزراعه الصح، نعمل الخط قد ايه، عملنا الخط 120 سنتي، جبتوا لنا الشتل النوع الكويس مظبوط، جبتوا لنا على طريقه التسميد، سمدنا بالسباخ الكمبوست، خدمنا الارض بالسوبر والفوسفات والكبريت، ووفرنا احنا بقى الكيماوي اللوريا والنطرات اللي كنا نحطها الاول منعناها السنه دي خالص، ودي وفرت لنا عائد رجع لينا. ده سعادتك البوتاجاز اللي المشروع ساهم وعمل لنا مشروع البيوجاز، بحث وانشأ وعمل لنا غرفه بره في على بعد فدوت تقريبا 50 متر، والغرفه غزوها وهم اللي قاموا على المشروع كله لحد ما جابوا لنا البوتاجاز ده اللي هو سعادتك بدا يولد غاز عندي من غير ما املى انابيب ومن غير اي شيء. انا احب المشروع يكمل معانا لزياده الانتاج معانا، لزياده الانتاج معانا، ان احنا قبل المشروع ما كانش عندنا تحليل تربه، فما كانش عندنا نرمي جبس زراعي ولا الحاجات دي خالص. احنا بالذات الفلاحين عايزين معانا المشروع عشان بينبهنا الحاجات كتيره، يعني احنا لما عملنا الجبس الزراعي وحللنا التربه والتربه جت ان احنا نرمي جبس زراعي، فحسنا ان الارض اتنفست والارض اتشمست، يعني حسنا الارض اتنفست وتشمست. فنجي نزرع الشتلات يعني كنا الاول نزرع بطريقتنا احنا، يحصل حاجه اسمها التخنق في الشتلات وتموت الشتلات ونقول في اصابه، لما نحرط نبهونا الخمس سكات والخدمه والصوبر وكذا والسبخ بمعقول، فيعني ما فيش حاجه اي مشاكل قابلتنا. The project has achieved several results, mainly two masses with a total length of 2 kilometers were rehabilitated. 11 masses were cleaned and maintained after the establishment of 10 effective water user associations. 37 farmers has established compost sites in their own lands. Land productivity has increased for more than 800 farmers in 4 main crops, reaching 30% increase in wheat, 40% increase in maize and onion, 60% increase in tomato. This was achieved as a result of the conduction of agricultural seminars, extension services, and demonstration sites. This pilot project proved that the conditional incentive approach can be replicated in rural development programs. The collection of financial contributions from farmers as a condition was a challenge, yet DBA, as the implementer, confirmed a major lesson that farmers are more willing to contribute or take the risk of adopting new agriculture practices when they see tangible results. Therefore, it is essential that the lifetime of any project should be adequate, showing successes to win farmers over, sustain behavioral changes, and build stakeholder spirit of ownership towards the project accomplishments. ارفع فوق.